أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حصة جديدة من المشهد المغاربي. كما جرت العادة يحيي عموم المسلمين هذه الأيام ذكرى مولد النبي الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وككل سنة يثار النقاش حول جواز ذلك من عدمه. لن ندخل في نقاش البعد الشرعي في المسألة، وسنكتفي بطرح سؤال محوري يتعلق بكيفية الاستفادة من هذه المناسبة التي تتعلق إحياؤها ويتعلق إحياؤها في أغلب البلدان الإسلامية بالشكل لا بالمضمون. ما هي أهمية ذكرى المولد الشريف؟ وكيف يمكن إعادة الناس إلى تعاليم الدين الصحيحة؟ ما دور الأئمة والعلماء في ذلك؟ وما هو واجب وسائل الإعلام في ترسيخ قيم الدين في مثل هذه المناسبات؟ البداية مع تقرير زميل نبيل عبد اللوي. الاختلاف المغاربي في طرق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف لا يحجب وجود اتفاق على تأكيد القيم المحلية على الرسول الأكرم، وهي قيم تحرص كل الشعوب المغاربية على ترسيخها وتأصيلها من خلال الأذكار والأناشيد الدينية التي تتغنى بالمناسبة. الاختلاف في تفاصيل وطرق الاحتفال والاتفاق على القيم المركزية أبعاد تحيل إلى أن الشعوب المغاربية تسترشد بالسيرة النبوية في المستوى الديني والقيمي، لكن كل شعب يخطط لنفسه طرقا خاصة بالاحتفال، وهو تنوع يعود إلى اختلاف العادات الثقافية والغذائية والفنية والشعبية، ويؤكد أن كل شعب طوع منطلقاته التاريخية والجغرافية لخدمة استلهامه لقيم الرسول. الملاحظ أن كل الشعوب المغاربية تحرص على استحضار بعدين أساسيين في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. البعد الأول روحي ديني وتعبدي، ويتمثل في سلسلة الاحتفالات الدينية التي تقوم على الصلاة والأناشيد والأذكار التي تحتفي بالقيم النبوية. أما البعد الثاني فينهض على إضفاء خصوصية هذا اليوم من خلال إعداد قائمة خاصة من المأكولات قد تختلف من قطر إلى آخر، إلا أن الثابت أن ذلك يحصل أيضا بغية إطعام أكثر ما يمكن من الفقراء وكذا الأقارب والجيران. ولأجل ذلك كان لكل قطر مغاربي مجموعة أكلات وحلويات تعد خصيصا في يوم المولد. إن مقاصد الاحتفال بهذه الذكرى الغراء تتمثل في زيادة الإيمان وتقوية اليقين ومحبة النبي الأمين ونشر سننه الشريفة وأخلاقه الداعية لأرقى مكارم الأخلاق وأرفع صور الصلاح والتعايش. فالاهتمام المغاربي والإسلام عموما بهذه المناسبة مدخل للتعرف والتعريف برسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت انشغل الناس بأحداث ومشاغل كثيرة صرفتهم عن معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ما يفرض تحين الفرص والمناسبات للتعريف بالنبي عليه الصلاة والسلام والتذكير به وبسيرته حتى يبقى حيا في قلوب الناس ومشاعرهم، ويتحقق مقصد المحبة له عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن محبته من أصول الإسلام، إذ لا يكتمل إيمان المرء إلا بمحبته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذن مشاهدي الكرام، للتعليق على هذا الموضوع سيكون معنا مجموعة من المشايخ والدعاة وكذلك المفكرين، وأرحب في الأستوديو هنا معي بالدكتور شكري المجولي الإمام والداعي. مرحبا بك دكتور شكري. ماذا تمثل مناسبة الاحتفال أو الاحتفاء أو إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف؟ مرحبا بك أخي سمير وبالسادة المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحقيقة هذه المناسبة بعيدا عن الخلاف والجدل الفقهي بين مانع ومجيز، بين من يعتبر الاحتفال أو الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف يعتبره بدعة ويعتبره ضلالة ويعتبره ليس من الدين في شيء، وبين فريق آخر يجيز الاحتفاء والاحتفال بالمولد النبوي الشريف وجعل ذلك مجموعة من المقاصد لماذا نحتفل. وقالوا أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في هذا الزمان
قال نعم لم يحتفل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمولد النبوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرانيهم يرونها صباحا مساء يفتيهم ويعلمهم ويرشدهم. وأما وقد بعدت الشقة بيننا وبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مع بعد الزمن ومع هذه الخوض في هذه الحياة بمشكلاتها وبتعقيداتها ابتعد الناس عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عن شمائله وعن أخلاقه وعن سيرته وعن غزواته وعن كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمن الذي تسارع فيه الأحداث وما عدنا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يحضرني وهي نكتة ولكنها تجسد وتعبر عن هذا الواقع. إحداهن اتصلت بأحد الشيوخ أنا استمعت إليه وهو يقول قالت له لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية. قالها طيب هذا شيء جميل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها صفي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت رأيته يعني قصير القامة ثخينا سمينا. فرد عليه قال يا أختاه أنت شفتي مارادونا ما شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فنحن نحتاج في هذا الزمان أن نعرف أبناءنا ونعرف الأجيال الصاعدة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك مثلا المغاربة كانوا يحتفون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب بدراسة الكتاب النفيس الروض الأنف للسهيلي وهو من علماء المغرب الكبار الذي شرح سيرة ابن هشام في مجلدات الحقيقة وهو من أنفس ومن أجمل الكتب التي كتبت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يتدارسون هذا الكتاب كما قلت لك ليعرفوا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وليعرفوا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وليرحموا صبر النبي صلى الله عليه وسلم والمعاناة التي عاناها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو قومه. إذن لابد من الإحاطة بكل هذه الأشياء لنعرف رسولنا صلى الله عليه وسلم معرفة جيدة في هذا الزمان كما قلت لك الذي أصبحنا نجهل النبي صلى الله عليه وسلم. ربما يعني تجد بعض الناس لو سألته عن اللاعب الفلاني أو عن الممثل الفلاني أو عن المغني الفلاني سيصفه لك وسيعرف متى ولد وأين ولد وكيف يعيش كل صغيرة وكبيرة صحيح. ولو سألته عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجيبك ولا يعرف شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه مناسبات المقاس. لذلك ابن تيمية رحمه الله وهو من أشد الناس الذين يحاربون هذه الأشياء ولكنه عندما بموضوعية قال نعم هؤلاء الذين فيه بعض البدع ولكن فيه المقاصد جمة مقاصد جميلة أن هؤلاء يعرفون بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ابن الحاج الذي في مقدمته وكان من أشد الناس على البدع وكان يرفض البدع ويحارب البدع وأجاز هذا الأمر وابن حجر وابن عاشور والسيوطي وابن الجزري ولائحة كبيرة من علماء هذه من أفذاذ ومن أعلام هذه الأمة أباحوا وأجازوا الاحتفاء والاحتفال ليس بالطريقة هناك نتحدث عن الطريقة التي لا يجوز بها الاحتفال وإنما نتحدث عن الطريقة التي هي الموافقة للشرع ونصوص الشريعة سنأتي إليها كيف يكون بالضبط حتى يكون محققا لهذه المقاصد. إلى تونس الآن معي من هناك الإمام وداعي الشيخ فتحي الرباعي. مرحبا بك شيخ فتحي. في تونس على سبيل المثال إحياء ذكرى المولد في كثير من الأحيان على الأقل الظاهرة هناك غياب لكل هذه المقاصد التي كنا نتحدث عنها قبل قليل هنا في الأستوديو وهي العودة إلى هذه إلى السنة التعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم بمناقبه بأعماله بأفعاله وهناك الاكتفاء بهذا المظهر الاستهلاكي مع كل الأسف. هناك أسعار تتضاعف يعني مرات أثمانها مخصصة في هذا اليوم وهناك تكالب كثير من المواطنين على مثل هذه الأنواع من المأكولات. ما رأيك أنت في هل هذا المظهر هل هو جزء من الاحتفاء يجب ترشيده أم أنه هو يجب يعني إنهاء هذا المظهر والالتجاء أو التحول إلى المظهر الحقيقي الذي فعلا يقربنا من الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في البداية أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام. وكل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية بخير. في البداية أقول للأستاذ الفاضل ولكل متابعي قناة المغاربية وإلى ضيوفك الكرام نعم كما ذكرتم آنفا
فإن ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هي مناسبة للتذكير بمناقبه وشمائله وسيره، وإن كنا أو ينبغي أن نكون أو أن نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع هديه وسيرته على مدار السنة، وأن تكون دراستنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله موسمية، فهذا يعني حقيقة من الأخطاء الفادحة ومن التقصير في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ومآثره التي لا ينضب معينها. ولكن دعني أقول أستاذي الفاضل، إحنا في تونس كسائر الدول العربية عندنا يعني من يقومون ببعض الاحتفالات التي هي شكلية وربما تكون استعراضية أو تكون فقط مختزلة في بعض العادات والمأكولات، ولكن عندنا أيضا من يقوم بإحياء هذه الذكرى بالتعريف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بإحياء كثير من سننه الغائبة، بالتعريف بجوانب الأخلاقية والقيمية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى الاحتفال الرسمي يأخذ أشكال متعددة في سواء كان في جامع الزيتونة سواء كان في جامع القيروان وكذلك في سائر الولايات. لكن للأسف في بعض الأحيان نرى أنه ربما المناسبة تأخذ الصبغة أو الطابع يعني التقليدي الاحتفالي بجانب كأنه يصبح عادة من العادات أكثر منه. نعم. يعني ذكرى تكون منطلقا لهذا النور، النور الذي أشع في الكرة الأرضية، وهذا دورنا، دور الأئمة والوعاظ ودور وزارة الشؤون الدينية. هي تقوم في الحقيقة في السنوات الأخيرة بمجهودات طيبة، تقوم بالترشيد، تقوم بعقد ندوات، تقوم بعقد لقاءات ومحاضرات، وكذلك الأئمة في مساجدهم. فنستطيع أن نقول أننا تجاوزنا مرحلة الصراع الفكري بين أن الاحتفال بدعة أو غير بدعة إلى الآن الكيفية، كيف يمكن أن نجعل من هذه المناسبة يعني فرصة للتعريف أكثر بالنبي صلى الله عليه وسلم. عندنا الجمعيات القرآنية تقوم بمسابقات في الحديث النبوي وتسند جوائز للأطفال وللفائزين. نعم. ويكون هذا متزامن مع ذكرى الميلاد، وتوزع جوائز على الأطفال في المساجد وفي الجمعيات القرآنية. العمل ربما نقول الجهد يتطلب منا مزيد من العمق، وأن يكون يعني عملنا على مدار السنة، لكن حسب متابعتي كسائر الدول الإسلامية هناك نوع من الوعي ومن ربما نقول الصحوة والانتباه والبحث عن العمق في هذه الحادثة وهذه الذكرى. وهناك بعض النواحي الأخرى اللي تبقى تختزل هذه الذكرى في جانب من المأكولات أو الترميمات مع غياب اللب والعمق. نعم. وهو البعد الإصلاحي والبعد التربوي والبعد الأخلاقي. واضح، واضح جدا. شيخ فتحي الرباعي الإمام الخطيب، كنت معي من مدينة صفاقس في الجنوب التونسي، مبتدأ الجنوب التونسي، شكرا لك على هذه المعطيات وعلى هذا المشاركة. الشيخ شكري، في لو أردنا أن نلخص في نقاط هكذا أهمية الاحتفاء بالذكرى، قلنا أن هناك أنواع يعني لا تجوز حتى شرعا إذا اقتصرت على هذه نوع من الشعوذة ربما، لكن هناك أشياء ذكرت أنها ممكن تكون وأنه لابد من التركيز عليها. ما هي هذه الأشياء التي يجب التركيز عليها في مثل هذه المناسبة؟ والله هذه المناسبة الحقيقة هناك ما يسمى بالجامعة الشعبية، يعني حقيقة لو وقع يعني استغلال أو الاستفادة من هذه المناسبة من خلال نشر العلم ومن خلال دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي نحن لا نعرف عن نبينا شيئا الحقيقة. نعم حقيقة. بين قوسين مثلا لما تجلس يجلس الناس في مسجد من المساجد أو في كل المساجد ويقرؤون كتابا فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مختصر سيرة هشام أو أي كتاب آخر، هل هذا النوع في هذه المناسبة
مقبول؟ مقبول، وهو مقبول، وبل هذا يرغب فيه شرعا، لأنك أنت تتدارس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الأجيال، سواء تعلم الصغار والكبار الذين يجهلون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قديما كان بعض السلف الصالح يحفظوا كتاب الشمائل للإمام الترمذي، يحفظون النبي هذا الكتاب، يحفظون خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفون طوله ويعرفون شعره ويعرفون كل صغيرة وكبيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما نحن في زماننا هذا لا نعرف حتى والله على مستوى العلماء والدعاة والشيوخ لا يعرفون الشيء الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألتهم عن بعض الأشياء ربما لا يجيبونك، لأننا كما قلت نجهل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما نعرف النتف، بعض النتف من سيرة النبي، لكن هل بعض الشيوخ وبعض العلماء وبعض الدعاة هل قرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الجلدة إلى الجلدة، من البداية إلى النهاية؟ لا أظن ذلك. لذلك هذه مناسبة من أجل مدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن نعرف ونتعرف أكثر على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا يدخل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني نحن كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نجهله؟ لا يمكن أن تحب شخص وأنت لا تعرفه، لا تعرف شيئا عنه أنت. نعم هذا حب، ولكنه تحولنا إلى التقليد. نعم هو ليس عيدا بالمفهوم الشرعي، نحن لنا عيدان، يعني هذا طبعاً. تحصيل حاصل، هو ليس عيدا، هو عادة، وهذه عادة، والعادة محكمة، العادة التي لا تخالف الشرع ولا تناقض الشرع ولا تضاهي الشرع، يعني هذا هي مرغوبا فيها ولا حرج في ذلك، بل فيه مندوحة للناس كما قلت لك في هذه المسألة. مسألة أخرى، يعني بلدان العربية والإسلامية تعيش فقرا مدقعا، هذه فرصة الحقيقة من أجل التكافل والتضامن الاجتماعي. لو أن الناس يعني في هذه المناسبة أطعموا الفقراء والجياع وكسوا العراء، يكون هذا عملا جيدا وعملا يعني يرضي الله سبحانه وتعالى. حقيقة المقاصد المولد من الناحية الشرعية، لا تحدث عن الناحية البدع، هذه الموالى اللي تقع في مصر وفي المغرب وفي تونس وفي بعض البلدان، قال فيه اختلاط وفيه بدع وفيه ضلالات وفيه شركيات التوسل بالأموات ويهلون لغير الله، هذه مرفوضة بأي حال من أو بأي شكل من الأشكال. نحن نتحدث عن الاحتفاء بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وفق الضوابط الشرعية التي لا تخالف شرعنا ولا تخالف ديننا. طيب ذكرت نقطة مهمة جدا هي مسألة التكافل الاجتماعي. يعني من بين بعض الحكام في بداية الاحتفال في جهة العراق كانت مناسبة للفقراء أن يستغنوا في ذلك اليوم، يعني كانت المدن كلها الطرقات كلها تملأ بالمأكولات والمختلفة على حساب الدولة يعني، ويأتي كل فقراء البلد لتلك المناسبة للاستفادة، وهذا نوع من أنواع تشجيع حتى أصحاب المال، الناس اللي عندها أموال، أنها تطعم فعلا، وهذا يقع تقريبا في كثير من الدول. لكن فيما يتعلق باتخاذ هذه المناسبة كذلك وقتا لمراجعة النفس، للتقييم، لأنه بعض الأحيان الإنسان يحتاج في السنة أو في كذا إلى وقفات في طيلة سنته أو عامه يراجع فيها نفسه. البعض ممن قرأت لهم يقول أنه هذه كذلك يمكن تكون مناسبة أن تراجع نفسك، كم درست أو قرأت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من السنة الفارطة إلى هذه السنة، تراجع نفسك، وهل هذا كذلك أحد المقاصد؟ أكيد هذا مقصد من مقاصد الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه محطة من المحطات عندما يتزود الإنسان وينظر ما فعل في سائر أيامه وفي سائر الشهور الماضية، هل تزود من العلم، هل تزود من الإيمان، هل عرف النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة، هل أحب النبي صلى الله عليه وسلم، هل اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعم نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، في كل صلاة، نحن لسنا أولئك الذين بعض الناس ربما هم هكذا اتخذوها عادة، فقد ربما يجد لا يصلي ولا يصوم ولكنه يحتفل بالمولد، هذا احتفال يعني لا نقول جيد، على الأقل الإنسان لا زال هذا الخيط الذي يربطه بالدين جيد، حتى أن لا نقطع هذا الخيط، بل نشجع الناس على أن يقتربوا أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا هذه محطات ليتزود فيها الإنسان كما قلت. أنا عندما نحتفي بهذه الذكرى، عندما نتحدث الآن على القيم والأخلاق التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وفي هذا
هذه الأمة وإنك لعلى خلق عظيم. أنا أقرأ خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين وهي تصف النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. أنا كيف أتعامل مع أسرتي، كيف أتعامل مع العدو، كيف أتعامل حتى مع الحيوان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيء إلا ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه. لذلك أنا عندما أقرأ قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أنا ما عندما أنظر إلى جانب الرحمة عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلا يعني شيء لا يصدقه العقل. كم تحتاجه مجتمعاتنا اليوم، نحتاجه فعلا. مع أبنائنا ومع أزواجنا ومع جيراننا ومع مجتمعنا وحتى مع الكافر. أنا عندما أقرأ رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكافر، بل تعددته إلى رحمته بالحيوان، رحمته بالحيوان بل بالجمادات صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الجانب الذي مغيب. بعض الناس ربما ينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من زاوية واحدة، أو بعض يعني يستشهد حديث واحد يقول مثلا جئتكم بالقتل، فينظر إلى هذا الجانب، ولكنه يغيب الجوانب الكبرى من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عندما بعدت الشقة بيننا وبين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الطاعنون يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. لماذا؟ لأننا لا نعرف. لو كانت الأمة عند هذه المناعة من خلال هذه المعرفة العلمية ومن خلال هذه الدروس اليومية والأسبوعية والشهرية والموسمية فإنها تعيش دائما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. فلا يدخل هؤلاء الذين يثيرون الشبهات والذين يشككون الناس في دينهم وفي سيرة النبي. جميل. صلى الله عليه وسلم من هذا الجانب، فكذلك الأمة تتحصن وتكون لديها هذه المناعة. جميل. إلى الجزائر معي من هناك الشيخ العيد ساعد الإمام والداعية. مرحبا بك شيخ العيد. بالنسبة أو بمناسبة هذه الذكرى، ذكرى المولد النبوي الشريف، أود أن أسألك بداية كيف يمكن الاستفادة من هذه المناسبة، وما هو دوركم أنتم كأئمة وعلماء في توجيه الناس إلى الطريقة الصائبة المثلى في الاستفادة من هذه الذكرى؟ أحييك أخي سمير وأحيي كل مشاهدي قناة المغربية ومرحبا الكرام. أقول بمناسبة مولده صلى الله عليه وسلم، هذه المناسبة العظيمة الغالية كما أشار شيخنا الفاضل هي غالية وعظيمة على قلوبنا جميعا، لأنها تمثل لنا نهجا وتمثل لنا طريقا ونورا وهداية، بقوله تعالى في سورة الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذ نحن أمام هذه المناسبة العظيمة أخي، يجب أن نكون أمة وسط كما قال عليه الصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وذلك في علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي اتباعنا لحبه، فلا إفراط ولا تفريط، وهذا ما ندعو إليه ونحفز الناس إليه ونبارك الناس إليه، فلا نسفه ولا نبدع كل من يحتفي بهذه المناسبة ونجعلها يوما عاديا كباقي الأيام. نعم. وهنا نفتح قوس ونقول لماذا هناك أقوام يحتفلون بيوم العرش، وهناك أقوام يحتفلون بيوم الملك، وهناك أقوام يحتفلون بيوم الثورة ويوم الاستقلال، ونحن ننكر على المسلمين أن يحتفلوا ويحتفوا بمولده صلى الله عليه وسلم وهو ذلك النور الذي أشاع على البشرية جمعاء ورحمة للبشرية جمعاء. ولكن أقول بالمناسبة يجب المحافظة على الآداب وعلى الأخلاق وعدم المخالفة، هي فرصة كما قال الأخ الكريم للتذكير ومحطة للتحفيز وربط الأمة بعظيمها وبنبيها. وكان عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين، ولما سئل عن سبب ذلك الصيام قال ذلك يوم ولدت فيه وفيه تعرض الأعمال. وفي نفس الوقت أخي سمير نستنكر وننكر كل الأفعال
والولائم والمفرقعات الزائده والمدايح الشركيه المخالفه لنهج صلى الله عليه وسلم، وذلك بدعوى حب النبي وال بيته صلى الله عليه وسلم. طيب الان شيخ العيد، حدثني عن دوركم انتم. ذكرت ان هناك طريقه مقبوله وطرق اخرى غير مقبوله في الاحتفال بهذه الذكرى، دوركم انتم في التوجيه، وما هي اهم الدروس التي ترى على الأمة المسلمة وعلى المجتمعات المغاربية إن أردت التخصيص الاستفادة منها في هذه الظروف الحالية؟ لأنه نحن نريد أن نستفيد من الدروس التي لها واقع الالتساق بواقعنا المعيش، هذا الواقع الذي نمر به اليوم. أولا يجب أن نقول هناك حقيقة، المجال الديني في الجزائر والمساجد بصفة عامة يحتكرها أناس ويحتكرها أناس آخرون. فهناك تيار يبدع ولا يتكلم عن هذه المناسبة، وربما ينكر كل الأعمال التي تكون في هذه المناسبة، وهناك تيار آخر يقيم المهرجانات ويقيم الليالي الملاح ويقيم ولكن نحن نقول يجب أن نكون كما قلت في البداية، أن تكون هناك عندنا نظرة وسطية في المسألة، في العلاقة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة. النقطة الثانية، كيف نستفيد من هذه المناسبة وكيف نسقط حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم على الواقع المعاش وواقع الأمة المرير الذي يمر به تمر به الأمة الآن، واقع مرير وواقع حزين جدا. لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره يتألم لوضع هذه الأمة. لماذا؟ لأن هذه الأمة خالفت منهج النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان حكاما أو كانوا رعية، سواء كان حياة الناس، سواء كانوا آباء أو أبناء، سواء كانوا أساتذة معلمون أو تلاميذ، سواء كانوا قادة عسكريين أو جنود إلى غير ذلك. حياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالمواعظ، مليئة بالآداب، مليئة بالأخلاق، مليئة بالمواقف، سواء كان في حالة الحرب أو في حالة السلم، سواء كان في حالة الهدنة أو في حالة الحرب، سواء كان جارتي أو في السفر أو في الحضر إلى غير ذلك. حياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالآداب ومليئة بالأشياء. ولذلك كان السلف الصالح كان يرى وينظر إلى سيرته وإلى غزواته، ويرى علم المغازي من العلوم الضرورية كعلم الفقه وكعلم الحديث. ولذلك يجب أن نعلم أبناءنا الآداب، ونعلم أبناءنا الأخلاق، ونعلم أبناءنا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف سيرته وحتى نسير على نهجه. واضح جدا. شيخ العيد ساعد الإمام والداعية، كنت معي من الجزائر، شكرا جزيلا لك. ومن الجزائر إلى المغرب مباشرة، معي من هناك الشيخ عبد الله النهاري الإمام والخطيب من وجدة. مرحبا بك شيخ نهاري. ما هي الأمور التي ترى أن الأمة المسلمة اليوم تحتاجها أكثر من غيرها أو من الأمور الأخرى في مثل هذه المناسبات، وخاصة في علاقة بواقعنا الذي نعيشه اليوم؟ ما هي أهم الأشياء أو القيم، دعنا نقول، التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والتي الأمة اليوم في هذا الظرف الصعب الذي تمر به تحتاجها وتحتاج إلى معرفتها وفهمها؟ ورحمة الله وبركاته، جزاكم خيرا وحيرا. وعليكم السلام. قضية ارتباط الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم هي ارتباط بأركان الأربعة. الرسالة فيها مرسل، فيها رسول، فيها رسالة، وفيها أمة رد. أما قضية المرسل التي غفل الناس عنها هو الله تبارك وتعالى، والرسالة التي أرسلت مع الرسول يقول واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فعلى الأمة إذن أن تعود لتتصالح مع الله ربا خلق ورزق وأنعم، معبودا يجب أن يعبده، فتعس عبد الدرهم، تعس عبد الكرسي، تعس عبد السلطة، تعس عبد النساء، تعس عبد التفرقة، تعس عبد من يعمل في الأمة والعياذ بالله تخبيرا من الناحية الشهواتية والنواحي الشبهاتية.
الله تعالى حاكما، فلماذا لا تحكم الأمة بما أنزل الله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على سؤالك أنه ما من أمة لا تحكم بما أنزل الله وتتخير بحسن ما فيه إلا جعل الله بينه بأسا شديدا؟ ألا ترى أن الأمة متفرقة؟ ألا ترى أن الناس والعياذ بالله أصبحوا يمتحون من مرجعية كونية بشرية، إنما تعبد الأهواء وتترك مرجعية الله تبارك وتعالى الكتاب والسنة؟ هذا المرسل. أما الرسول فإن الرسالة كنا نقرأ إن شاء الله في علوم العقيدة أن من خصائص الرسول 4 خصائص. الخصيصة الأولى الصدق. النبي عليه الصلاة والسلام عرف بالصدق حتى لقب بالصادق الأمين، فصعب حينما بعث على الجبل الصفا ثم نادى في الأمة إلى يوم القيامة: لو أرأيتم لو أن أحدا أو لأن جيش يريد أن يغير عليكم من وراء هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك من كذب. ثم أعطاهم الرسالة الموجزة العظيمة. انظر إلى هرقل مع أبي سفيان حينما كان يسأله عن خصال النبي ليمتحنه ما إن كان هذا نبيا أو مدعيا فقط، قال: هل جربتم عليه من كذب قط؟ قال: ما جربنا عليه من كذب قط. قال هرقل على لسان الحكمة، قال: ما كان ليظهر الكذب على الخلق ثم يكذب على الخالق. هذا لم يكذب حتى على المخلوق، فكيف يكذب على الخالق؟ انظر إلى الأمة الآن في مسألة الصدق: كذب في الأقوال، كذب في المقاصد، كذب في الأعمال عدم إتقان، كذب في الدعوة، كذب في كل شيء إلا من رحم ربه. أين الصدق الذي ينبغي للمسلم أن يلتزم به؟ أين صدق الحكام مع أمتهم وشعوبهم؟ أين صدق العلماء الذين صاروا يلوون أعناق النصوص لكي والعياذ بالله يرسخوا أحكام المستبدين الظلمة؟ أين هم من الصدق؟ اسمع إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شفي بن ماتع الأصبحي أن سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه فيما يروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: 4 هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، هم الذين يتبادلون في الظاهر أنهم ينصرون الإسلام بالكلمة وبالمال وبالنفس، فيؤتى بالذي جاهد بالنفس لنصرة الدين، يقول: وقد عرفه بنعمة الشجاعة والجرأة، ماذا فعلت بها؟ قال: قاتلت فيك يا رب مقبلا غير مقبل حتى قتلت. قال: كذبت، كنت إنما تقاتل ليقال فلان شجاع، إنها فقط سوق الرياء والعياذ بالله، فيسحب على وجهه لكي يلقى في جهنم، ثم يؤتى بهذا الذي كان ينفق المال لكي يخدم مشاريع الإسلام، فيعرف بنعمة المال التي حرمها كثير من خلقه فيعرفها، يقول: ماذا فعلت بنعمة المال؟ قال: ربي ما تركت من مجالات الدعوة ومجالات خدمة الإسلام إلا أنفقت فيه. ويقول: كذبت، إنما كنت تلفق ليقال فلان يعني سخي كريم فقد قيل، فيسحب. وانظر إلى الدعاة والعلماء في زمننا، فيعرف بنعمة العلم فيقول له: ماذا صنعت؟ قال: دعوت فيك وعلمت الناس. قال: كذبت، إنما كنت عياذا بالله تفعل ذلك ليقال فلان عالم. قال رسول الله: أولئك النفر الثلاثة هم أول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة. هذه الصفة الأولى الصدق. الصفة الثانية الأمانة. هذه الأمانة التي تحملها الإعلاميون ولم يؤدوها حقا. وأمانة الإعلام هي توعية الناس. أمانة الحكم هي كما قال أبو بكر الصديق في أول مشروع بعدما تولى حكومة الإسلام في دولة الإسلام الأولى: ألا أني قد وليت عليكم ولست بخيركم، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق له، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق منه. أين نحن إن شاء الله تبارك وتعالى من هذه الأمانة؟ إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليها فيها. أمانة في كل شيء، أمانة التكليف، أمانة الدعوة، الأمانة العامة، الأمانة الفردية، الأمانة المادية، الأمانة المعنوية. شيخ عبد الله، عذرا على المقاطعة، لكن في دقيقة لأن الوقت ضاغط، ما هي نصيحتك لهذا الشباب الذي هو يمثل أغلب الأمة الإسلامية اليوم،
هي شباب، ما هي نصيحتك لهم بمثل هذه في مثل هذه المناسبة؟ أنا أعذر الشباب كثيرا، لأن هذا الهواء وهذا الإعلام وهذا الفضاء الذي سخره الله تعالى سبحانه وسيلة للدعوة، إنما ملأتها عياذا بالله أبواق فاجرة، ولذلك طيارات كما قال عليه الصلاة فتن كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا، يصبح الرجل المؤمن يمسي كافرا، ويمسي المؤمن يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. انظر إلى الأسرة لا تؤدي واجبها في التربية، كل مولود يولد على الفطرة. أين قول النبي أدبوا أبناءكم على حب على ثلاث، حب نبيكم هو الأول وحب آل بيته ثم اقتلاوة القرآن، فإن حملت القرآن في ظله يوم لا ظل إلا ظله. انظر إلى التربية، إلى منظومة التربية والتعليم فاشلة في العالم العربي الإسلامي، لم تخرج لنا علماء لا من الناحية المعرفية ولا مربين يجيدون والعياذ بالله تمثل الإسلام في حركاتهم حتى يكونوا دعاة بالحال. انظر إلى الإعلام ماذا يقدم في العالم الإسلامي لهؤلاء الشباب، هي مسلسلات كلها تشيع الخنا وتدعو إلى الخيانة الزوجية. انظر إلى انظر إلى جمعيات المجتمع المدني، ثم انظر إلى المساجد يا أخي، كما قال أخونا وشيخنا في الجزائر، حتى المساجد أممت، حتى هي أصبحت تخدم والعياذ بالله ليست سنة رسول الله، ولكن إنما تخدم نظرة الناس للدين الذي ينبغي أن يخدم والعياذ بالله سلطة ما. إذن هؤلاء الشباب يحتاجون إلى العلماء الربانيين الصادقين. تسمح لي سي سمير الشيخ تبارك وتعالى، أغتنم بإذن الله تعالى هذه الفرصة بالمباشر في قناتكم الطيبة المباركة، وإني أثمن الأصوات الطيبة المباركة التي تنطلق من بلاد الجزائر ومن بلاد المغرب في هذا العيد، عيد المولد أو ذكر المولد أو سموه كما شئتم، فلا مشحة في الاصطلاح، أن تكون إن شاء الله أياما للتراحم لفتح الحدود لكي إن شاء الله نصل رحمنا. فأنا أسكن في مدينة على الحدود المغربية الجزائرية، وأنا أتحدث مع إخواني في مغنية وفي وهران وفي تلمسان، وإخواننا يتحدثون معنا، فلتكن هذه الأيام هي أيام شرف تراحم وتزاور. ونسأل الله أن يجعل لهذه الكلمات منفذا إلى قلوب من أولاهم الله هذا الأمر إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. شكرا جزيلا شيخ عبد الله النهاري الإمام والخطيب معي من مدينة وجدة كنت، شكرا جزيلا على هذه الإفادة. شيخ شكري، كيف نعيد الناس؟ هناك وسائل كثيرة ربما الآن وحتى متطورة خاصة فيما يتعلق بالشباب، كيف نعيد هؤلاء الشباب إلى هذا الدين، إلى فهم الدين الصحيح، حتى لا يقعوا في مثل هذه المغالطات، أن يعني يتمسكوا بالشكل وينسوا جوهر وحقيقة الأمر؟ هذه فرصة الحقيقة كما ذكرنا من قبل، فرصة الاحتفاء والاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أنا الشباب يعني ممكن نتعامل معهم بطرق العصر التي تناسب عقلية هؤلاء وتناسب ثقافتهم وتناسب واقعهم ومجتمعهم الذي يعيشون فيه. الحقيقة يعني والله فيه طرق كثيرة، يمكن هذا نستغل مسابقات رياضية، مسابقات علمية، كل هذه يقرب الناس. يعني عندما أنت تدرس السيرة بطريقة جميلة، بطريقة تحببهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطرق، يعني التي كيف نتواصل، لأن هناك طريقة تدريس ربما أكيد تنفر، لا تنفر. بعض الناس مع الأسف الشديد ربما يتدارسون أو يدرسون أو يواظبون على دراسة السيرة، ولكن يدرسها بطريقة تقليدية، بطريقة مملة، بطريقة يجد المرء السآمة ولا يقوى على البقاء وعلى المكوث وعلى الاستماع. لكن الذي يدرس السيرة ويدرس السيرة بطريقة كأنك الآن ترى النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الشيخ كشك رحمه الله تعالى، هذا أسد المنابر رحمه الله تعالى، كان عندما يخطب وكأنك تشاهد فيلما أمامك وأنت ترى، يجسد لك، يصور لك. لذلك السيد قطب رحمه الله عندما كتب التصوير الفني في القرآن الكريم، وأنت ترى مشهد من مشاهد يوم القيامة أو مشهد من مشاهد الجنة أو ترى أي مشهد من مشاهد القرآن الكريم، كأنك تراها رأي العين. هذا نحتاج إلى هذا الخطيب وإذا الوعظ بهذه الطريقة، بأسلوب جميل، بأسلوب يحبب الناس، لا ذلك الأسلوب التقليدي أنه يسرد الأحداث
سردا لا يكون كسرد، لابد من الوقوف ومن الدروس. جميل. ومن العبر هذه التي نستنبطها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذه الطريقة نستطيع أن نربط جيلنا ونربط هذا الشباب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحبب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. أما بعض الناس ربما قد ينفر، وهذا العيب ليس في السيرة ولا في كتب الحديث، ولكن من الأشخاص الذين يلقون على المستمعين. طيب. سأعود إليك شيخ شكري بعد قليل. الأستاذ سامي إبراهيم الباحث في الحضارة الإسلامية معي من تونس عبر الهاتف، ورحب بك أستاذ سامي. بهذه المناسبة، يعني الإسلام كدين خاتم جاء بكثير من القيم الآن تسمى قيم حتى كونية، الحرية، العدالة، تحريم الظلم إلى غير ذلك، لكن بالاستقراء لتاريخ الإسلام كثير من هذه القيم الإسلامية لم تحول إلى واقع معيش، لم تحول إلى إجراءات، لم تحول إلى مؤسسات، يعني لم يقع الاهتمام بتنزيلها لتغير حياة الناس. اليوم يعود الحديث مرة أخرى إلى كيفية الاستفادة من هذه القيم في صلة طبعا بواقعنا المعيش اليوم، بكل هذه التطورات، بكل هذه العلاقات الدولية الجديدة. أكيد أنه في هذا الإسلام هناك بعض القيم التي تسمح للمسلمين بدوام التواصل والاستمرار مع الآخرين. ما هي بتقديرك أستاذ سامي أهم القيم التي لابد أن ينافح ويكافح من أجلها المسلمون حتى تتحول إلى واقع معيش، لأنه ربما عبرها تعود الحياة إلى الإسلام والمسلمين تلك الحياة الحقيقية؟ يعني في الواقع أنت تطرح قضية جوهرية تتعلق برسالة الإسلام الكونية ونفض غبار الانحطاط عن هذه القيم. يعني القدامى، أجدادنا القدامى، أسلافنا القدامى استخرجوا من الإسلام القيم التي تلبي حاجات عصرهم. اليوم نحتاج نحن أن نعيد يعني الاشتغال على النص المؤسس، على القرآن، على السنة، على المدونة القديمة، لاستخراج قيم يعني تلبي حاجات العصر. من أهم هذه القيم التي لم تصنف فيها مصنفات يعني ذات طابع نظري عميق، الكرامة الآدمية. يعني الآية التي تنصص على الكرامة الآدمية، ولقد كرمنا بني آدم، يعني معنى الكرامة معنى يعني فيه الكثير من اللطائف ومن الأسرار. وإذا قارناه بالكرامة الإنسانية، الكرامة الإنسانية هي كرامة مكتسبة، كرامة ذات طابع قانوني وحقوقي، بينما الكرامة الآدمية لها معاني أجل وأدق وأرقى، لأنها كرامة مركوزة خلقية غير قابلة لأن تنزع من الآدمي، لأنها جعلية تعبر عن إرادة إلهية. فالإنسان منذ الأزل، منذ أن خلق، هو مكرم بإرادة ربه أن يكرمه. يمكن بعدم إيمانه أن تسحب عنه كرامة الإيمان، ثواب الإيمان، لكن كرامة الآدمي لا يمكن أن تنزع عنه لأن خلقية. هذه من القيم الكونية. مثلا الحرية نفس الشيء، هي كرامة، هي قيمة إنسانية، وهي كذلك مركوزة. خلق الإنسان وأقدره ربه على أن يطيع وأن يعصي، ومكنه من هذه الحرية. خلق الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، خلقهم على هيئة الطاعة، بينما خلق البشر وجهزهم بما يجعلهم أحرار. يعني خلق الآدميون أحرار. هذه كذلك قيمة من القيم التي يجب أن يقع الإعلاء منها لترتقي إلى درجة أن تكون جزء منظومة العقيدة الإسلامية. يعني لو كان في ضمير عموم المسلمين أن الكرامة هي إرادة إلهية، لما جرؤ أحد على انتهاك كرامة الناس وإزهاق أرواح الناس. يعني هناك استهانة بالكرامة، لأن الكرامة ليست أصلا من أصول منظومة اعتقاد المسلمين. ويمكن أعدد لك كثير من المعاني، مفهوم التعارف مثلا. طيب لك إذا تعرفوا يعني مفهوم التعارف
مفهوم كوني، خلق الناس ليتعارفوا لا ليتنازعوا، والتنازع هو استثناء وهو ظرفي وليس هو الأساس. أستاذ سامي، لكن هل ترى أنه فعلا أنه وقعت عملية ربما نسميها تجهيل للمسلمين، بمعنى إبعاد المسلمين عن هذه القيم التي كنت تتحدث عنها، لأن العلم بها والتشبث بها يهدد ربما مصالح فئة من هذا المجتمع، قد تكون فئة الحكام أو فئة المتنفذين، حتى في مناهج التعليم ساد في وقت من الأوقات وآثاره ما زالت إلى اليوم في مجتمعاتنا العربية، وخذ على سبيل المثال تونس، يعني مسألة الاهتمام بالشكل على حساب المضمون، حتى منهاج الدراسة في العلاقة بالقديم أو بالشعر القديم أو بالشعر الذي ظهر في القرون الأولى من الإسلام، أبو العلاء، ابن الرواندي، التوحيدي، يعني هناك التركيز على مثل هذه الشخصيات التي في كلامها كل فيه تشكيك في وجود الإله وتشكيك في النبوة، في وهو نوع البعض يقول هذا كذلك داخل في إطار الإلهاء وعدم التركيز على ما يجب وعلى ما ينفع وعلى ما يجعل المسلم دائما متحرك. هل أنت مع هذه النظرة أم ترى فيها شيء من المبالغة أو شيء من التفسير بالمؤامرة كما يقول البعض؟ يعني هو دائما يجب أن نبحث عن البعدين، البعد الذاتي. نحن نعيش مخلفات وتلفات عصور الانحطاط، الحقيقة لا يمكن إنكارها. يعني توقف الإنتاج المعرفي النوعي في الفكر الإسلامي، حتى التيارات الاجتماعية التي كان يفترض أن تحيي يعني جذوة التفكير العقلاني في الإسلام والروحي، يعني وقع إرهاقها بيعني الانخراط في الاحتجاج ضد الاستبداد. أضف إلى ذلك البعد الموضوعي الخارجي الذي كنت أنت بصدده، يعني التوجه نحو العلمنة لم يكن كما كان عليه الأمر في الغرب. بدأت العلمنة في الغرب ثورة أخلاقية سياسية من أجل الحرية. اليوم نرى تيار العلمنة تيارا منحازا للاستبداد، منحازا للخيار الانقلابي، منحازا للفساد. طبعا دون تعميم نتحدث عن التيار العام. التيار العام للعلمنة لم يفد الثقافة العربية الإسلامية إفادة يعني نوعية في اتجاه التحرر من التخلف ومن الاستبداد ومن ثقافة الجهل. يعني لذلك يعني يمكن أن نقول أنه تخطأ على يعني الثقافة الإسلامية التجديدية الاجتهادية، تخطأ عليها التخلف والانحطاط لأسباب ذاتية، والاستعمار وربيب الاستعمار تيار العلمنة المنحاز للاستبداد. واضح جدا، شكرا جزيلا لك أستاذ سامي إبراهيم الباحث في الحضارة الإسلامية، كنت معي من تونس. شيخ شكري، في الدقيقة الأخيرة ما هي الرسالة التي توجهها لعموم المسلمين وخاصة المغاربة منهم مغرب الكبير في مثل هذه المناسبة؟ والله في مثل هذه المناسبة أنا أثني على ما قاله الشيخ عبد الله النهاري. الشيخ عبد الله نعرفه منذ 30 سنة تقريبا. الرجل هذا منع من المساجد ومنع من التدريس، ورجل يعني لديه قبول عند الناس، ورجل يعني أحسبه من المخلصين من الصادقين من الغيورين على هذا الدين. ولكن عندما يمنع رجل كعبد الله النهاري وكغيره من حقيقة من الخطباء في المغرب وفي غير المغرب من الإمامة ومن إرشاد الناس ومن تعليم الناس ومن تفقيه الناس ومن ربط النصوص بالواقع وإنزاله كما ذكرت تنزيل النص الواقع، لا شك بأن المشكلة ليست في هؤلاء الأئمة، وإنما في القائمين على الشأن الديني الذين يحاربون كل صوت حر وكل صوت يريد أن من هذه الأمة أن تنهض وأن تعود إلى دينها وأن تصطلح مع ربها، فيوصدون عليها الباب ويمنعونها من الخطابة. لابد من حقيقة المشكلة، لابد أن تتحرر المساجد. مساجدنا في الدول العربية الحقيقة هي
كما نقول إذا كان الأقصى أسير فمساجدنا كذلك في دولنا العربية وفي دولنا الإسلامية هي أسيرة، هي حبيسة لأنظمة لا تريد الخير لهذه الأمة، وإنما هي تمنع الصالحين والمصلحين والغيورين على هذا الدين من أن يعيدوا مرة أخرى تشكيل الوعي وربط الخالق بالمخلوق وتحبيب الخالق بالمخلوق والعكس صحيح. هذه لابد الحقيقة إذا أردنا هذه ربما مناسبة، وكذلك أقول أنا فعلا يعني عندما ترى هذه المناسبة للتراحم هذه المناسبة، أنا فعلا عندما أذهب إلى وجدة وأرى الخالة والعمة هناك بينهما خط نسائك، وهذا لا يجوز لا دينا ولا شرع لا شرعا ولا عقلا ولا عرفا ولا إنسانية يعني حقيقة، يعني عليه إذا أراد هو 13 كيلو متر بينه وبين خالته أو عمته عليه أن يشق ويذهب يعني رحلة طويلة الدار البيضاء ثم من الدار البيضاء إلى وجه 600 كيلو متر، وهذا فيه حقيقة يدل على أن هذه الأمة لم تتعلم بعد من دينها ولم تستلهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرحمة وهذه المودة هذه الأخلاق التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم. دكتور شكري مجهولي الإمام والداعية، والشكر موصول إليكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. موعدنا غدا بحول الله، السلام عليكم.